ورحمة الله، تحية الإخوان، تحية المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. جبنا لكم الإخوان هذا GPS، هذا GPS ناضي، ويمكن ما تشوفوا معنا. هو أول ما كتسطي لي صارجيه كدير الإيميل ديالك كيخدم بدون كونيكسيون من لا حول بر، سواء الناس اللي فهمتيني محتاجين به في الطرقان والناس اللي محتاجين فيه في البحر بجوج. اول ما كدير كدير خريطه الساتيليت بحال هكا، داك بعد كتجي الاعدادات هنايا كما كتشوف، هي خريطه تعمل في حاله عدم اتصال الانترنت، يعني بلا اتصال شي راه الايميل ديالي الفوقي ديرو هيدو. هاي تخطيط الطريق عن طريق الملاحه، اللغه، كلشي مهم. جي بي اس ناضي، فهاد جي بي اس كنصح به الاخوان المتتبعين ديال القناه، بخصوص اللي متبعين معايا فهمتيني. جي بي اسات اللي كنسيب بدون كونيكسيون، دابا هذا مشى لي الكونتور الطوموبيله ديال السياره واحد المره، كيمشي الكونتور بسرعه بدون كونيكسيون مع السرعه ديال الطوموبيل بديك شي بالتدقيق. يعيشني يشعل قمر اصطناعي، هذا هذا الراس ديال القمر الاصطناعي تشعلو. المهم على بركة الله، مثلا كيما كتشوف كتبدلك هيدا كيعطيك الموقع فين نتا. هاو عطاني انا فين، هاي ايت من اللول شتيها، انا في موقع ايتو جرارة. انت الا بغيت نزيد نعرف بالضبط كنزومي شارع محمد الخامس، شارع ازرو، هاو امامنا الشارع اللي كدي الازرو. فلا بغيتي تشين شي بلاصه كتعمل روشات بحال هيدا، وكيعطيك واش بالسياره او لا على رجلك او لا بالباطو، كتكتب كيعطيك المواقع. بحال دابا واحد الموقع هو عندي دابا دخلته، هو يقول لي اتجاه، شتي فين الحصول 34 كيلومتر، واخا دخل ديك حتى البحر راه يعطيك بالتدقيق ويعبر لك شحال كيلومتر الحصول على اتجاهات. كتبرك في الحصول على اتجاهات صافي، ها هي هاد الحصول على اتجاهات هادي. فدابا هانتوما كيما كتشوفوا هاد البلاصه هادي بونتيها انا. دابا انا بغيت نبونتي شي حاجه اخرى، نخرج هيدا باش نشرح للاخوان. كتجي بحال دابا مثلا كتزومي عند الشين في ايت من اللول اي تجرر الموقع بالضبط. دابا مثلا كنجي هاي ميناء، الميناء اكادري مثلا، غنجي لهنايا حدا الكورنيش ولا في الشاطئ ولا في وسط البحر، كنضرب صبعي هيدا كما كتشوفوا، هاي شتيها، هاي شتي هداك راه بونتو. دابا للحصول على اتجاهات كتعمل الحصول على اتجاهات، هادشي سواء في البحر سواء في اي حومة بغيتي، اي موقع كتديك شي بالتدقيق. واحد دات صار جمع قمر اصطناعي كما كتلاحظوا، اترجع عطيك بالضبط بالتدقيق. بغيتي تمشي مثلا في لوتورود كتبرك في لوتورود، ها هي طريق السيارة. بغيتي تمشي في طريق عادية كيحدد لك مسافات ستاسيونات. المهم جي بي اس بمعنى الكلمة بدون كونيكسيون، سايغيس ستور اسم ديالو، غنوريه لكم في هاو شتيه، هاو حدد لي هاي، قالك 34 دقيقة 16 كيلومتر باش تمشي لهاد البلاصة هادي، هاي مسار بعد الطريق أو أكثر غير ممهد، يعني الطريق مزيانة. هاي شفتو كيما كتشوفو، دابا هنا راه يمكن لك تمشي على رجلك بالسيارة باش ما بغيتي، يعني راه فيه حتى البحر، هاو دخل حتى البحر شتيه. المهم جي بي اس ناضي بمعنى الكلمة، هاي ندير نعم عند البدء، هاو شتيه، غيعطيك اتجاهات بدون كونيكسيون. دابا انا لا زدت راه السرعة هي الكيلومتراج طلعت، هاي الفيديو خاص بالاصدقاء اللي كيتبعين معانا، شتي هاد بلاصة الكيلومتراج. دابا اي تملل، هاي 63 متر،
الا زدت انا تحركت، انت شوف الا تحركت راه يطلع لي الكيلومتراج هنايا شحال ما زادت السيارة، عاد كيطلع لك الكونتور 60 40 30 كي ماركا الرادار، ستوبات الرومبوانات، المهم جي بي اس ناضي بمعنى الكلمة. وكنتمنى الاخوان فهمتيني اللي كيخدموا فهمتيني بجي بي اس، فهاد جي بي اس ناضي، وهاد المعلومات عليها هما كما كتشوفوا يعني ديك فهمتيني بالتدقيق. هاي يعني كما كتشوف هاي سايغيس هو جي بي اس كامل لمساعدتك في اي بلاصه وبدون انترنت كيخدم، بدون انترنت بدون والو. فجي بي اس عندي مجرب ومشيت به فهمتيني، نابيغات به. وكنتمنى الاخوان فهمتيني تيليشارجيوه انت هاد بلاصة كيلومتراج شي دابا غير زدت يدي نبغي نحركها. شوف عطيني بلاصة كيلومتراج هاهي شحال ما كسيريتي هاي كطلع هنايا وكيف بحال الكونتور ديال الطوموبيلة. اقسم بالله واحد المرة تخسرت لي كان شخصني نحلف، وانما تخسرت لي الطوموبيلة الكونتور الكابلي ديال الكونتور شديت به من القنيطرة طريق من القنيطرة للعريش طريق هاو الكونتور، وكي حدد 80 80 مشيتي ب 70 70 المهم ديكشي ناضي بمعنى الكلمة. المهم كنتمنى هاد جي بي اس الاخوان اللي كيخدمو بجي بي اس يتيليشارجيوه، راه جي بي اس ناضي بدون كونيكسيون. هادشي اللي كاين كما كتشوفو ها هو كيفاش داير في بلاي ستوري. انا نخرج بالتليفون مرة باش نوريها لكم في بلاي ستوري كيفاش عامل. هاهو شتيه سايغيس ستور الا عملتي عيش جي بي اس نافيغاسيون غيطلع لك. المهم جي بي اس بمعنى الكلمة ناضي بوينتاج تا هو كلشي فيه. كيف تدخلو من الاحسن دير الايميل ديالك فهمتي، دير الايميل ديالك باش يشد مزيان وداك المواقع، ولا بغيتي تخرج كتعمل ايكاس فهمتيني بحال هيدا فهمتيني كتخرج انت كتخرج تعاود عاوتاني هي الخروج كيعطيك الخروج كتخرج منه وتعاود عاوتاني تدخل ليه بحال هيدا. المهم جي بي اس ناضي صحاب السيارات او اكثر هي اللي كيمشي لهم الكونتور ديال الكابلي ديال الكونتور صافي دخل لهذا تيليشارجيه عمل الايميل ديالك عمل المسائل ديالك فهمتيني انت مريقل الامور. هانت هنا كنجي هنا كنعمل هايلة شتيها ساتيليت هاهي بغيتي تعمل 3D يعني الطريق وشانطي انا عملت دابا ساتيليت ها الارضية تبدل القمر الصناعي العالم في خريطة العالم في اي خريطة فهمتيني دخلتي فيه فهتمشي ليلة وعاد سهل في الاستخدام ديالو يعني الطريقة جد بسيطة استخدام ديالو كما كتشوفوا احنا في اكادير هالمواقع اكادير هانتينا هالمواقع بلايات كيعطيك الحجر الصخور اماكن اللي خطيرة في البحر مثلا عاوتاني وتبونتي بيه فهمتيني يعني تبونتي بيه في وسط البحر ونتينا في اليابسة في البر. فاجي انت كما كتشوفها هالميناء ديال اكادير وكما كتشوفوها هو راه كيخدم فهمتيني في البحر وفي البر وراتكم في الملاحة الخريطات كبر ديال العالم ها الصويرة جميع المدن يعني خريطة ديال العالم يعني كنصح به الاخوان ديالنا سيريوه من بلاي ستوري راه بدون كونيكسيون كيخدم كما كتشوفوا هاي جبل طريق طنجة اي بلاصة تمشي ليلا تمشي ليلا. المهم انتما كما كتشوفوا هاد الراس هو ديال القمر الصناعي راه الايميل ديالي الفوق شتيه هانتينا التخطيط عن طريق الملاحة يعني راه الا بغيتي تعدل حتى الخريطة ديال الطريق ديال الملاحة فهمتيني تبقى تبونتي المسائل ديالك راه تملاها تمشي فيه. المهم كنتمنى الاخوان يكون فهمتيني عرفوا له هاد جي بي اس هذا وهادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا كان جي بي اس ناضي اللي ما عرفوش هو يعرفو دابا تيليشارجيه. الله يسخر الجميع الاخوان واللي تفرج يدعمنا باللايك، هادشي اللي كاين. تحيه للاخوان كاملين. نرجعوا للموقع ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله.